الزيارة الثانية إلى القاهرة في غضون أسبوعين فقط لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل جاءت به إلى الجامعة العربية التي حملته رسالة إلى النظام السوري بضرورة تقديم المزيد من التعاون مع بعثة المراقبين العرب حتى يظل الحل للأزمة السورية في إطار عربي، خاصة مع تزايد مطالب المعارضة السورية بإحالة الملف السوري إلى مجلس الأمن. أنا حملت رسالة اليوم إلى السلطات السورية بأنه من الضروري العمل بكل أمانة وبكل شفافية وبكل مصداقية لوقف ما يدور في العنف من عنف في سوريا. المراقبون هناك يذهبون إلى أو ذاهبون طبقا للتكليف لمراقبة وضع قد تحقق. الوضع لم يتحقق كاملا، والمراقبون بيسعون لتحقيق هذا الوضع، لتحقيق وقف العنف، لتحقيق إطلاق سراح المعتقلين، لتحقيق صاحب الآليات. فلذلك هناك عمل. المراقبون في الوضع الحالي ذاهبين، يعني موجودين في سوريا للقيام بمهمة أكبر من المهمة التي طلب منهم أن يقوموا بها. الأمين العام للجامعة العربية كشف عن دور كبير لحركة حماس فيما سماه تقديم النصيحة لنظام بشار الأسد لتوقيع بروتوكول بعثة المراقبين العرب قبل عدة أسابيع، فيما أكد مشعل أن حركة حماس وهو شخصيا يبذل جهدا هائلا مع القيادة السورية للانتقال إلى حل سياسي في إطار عربي للأزمة السورية. منذ بداية الأزمة نحن في حماس، وأنا شخصيا بذلت جهدا هائلا من أجل أن تعالج الأزمة بحل سياسي، وما زلنا نبذل. وما نحن مقتنعون به، وخاصة من خلال الحل العربي، أن نذهب وننتقل من الحل الأمني إلى حل سياسي يحقن الدم السوري العزيز ويحقق لسوريا الأمن والاستقرار والإصلاح والديمقراطية، حتى نجنب سوريا ويلات ما يتربص بها. لجوء الجامعة العربية إلى حركة حماس لتوصيل رسالة إلى النظام السوري بمزيد من التعاون مع بعثة المراقبين العرب مؤشر واضح أن التقرير الأول لرئيس بعثة المراقبين الأحد القادم لن يكون في صالح النظام السوري. هشام مهران، MTV، من مقر الجامعة العربية بالقاهرة.